الانترنت والانترنت المجاني. الان سوف اريكم بالدليل. نقوم الان باطفاء الواي فاي كما تشاهد امامك، ونتجه الى الفون. نقوم بكتابة نجمة 100 ربع كما تشاهد، كما تلاحظ 0 من هنا، لا يوجد لدينا اي سنت. وبعد ذلك سوف اتجه الى الواتساب واقوم بارسال رسالة على سبيل المثال. على سبيل المثال هذا الشخص او هذا الجروب، سوف اقوم بكتابة على سبيل المثال اي شيء كما تشاهد. يعني يتم ارسال رسالة لاننا لا نتوفر على الانترنت كما تشاهد من هنا، لاحظ هذا دليل على اننا لا نتوفر على الانترنت. الان نتجه مباشرة للتطبيق، هذا هو التطبيق، طبعا سوف اضع لكم رابط التطبيق اسفل هذا الفيديو. وبعد ذلك من هنا تستطيع اختيار السيرفرات، طبعا انصحك بوضع السيرفر الاول لانه افضل سيرفر، واذا لم يعمل معك السيرفر الاول قم بتجربة السيرفرات الاخرى، يوجد الكثير من السيرفرات. وبعد ذلك اضغط من هنا على زر اتصال واضغط من هنا على زر اوكي. طبعا كما تشاهد من هنا التطبيق محدث الى اخر اصدار، الحالية متصل كما تشاهد، تم تشغيل الانترنت المجاني. الان نتجه على سبيل المثال للواتساب لنشاهد هل تم ارسال الرسائل. كما تشاهد تم ارسال الرسائل. الان نستطيع ارسال مرة اخرى رسائل اي شيء كما تشاهد، الطريقة تعمل معنا. الان نتجه على سبيل المثال الى اليوتيوب، طبعا هذا النت سريعا نوعا ما ولكن ليس سريعا بهالسرعات السرعات الهائلة، يفيد بالغرض وتستطيع مشاهدة على سبيل المثال فيديو، تصفح الانترنت، ارسال رسائل واتساب وما شابه ذلك. الان نتجه على سبيل المثال قناتي على اليوتيوب مباشرة، نقوم بتشغيل على سبيل المثال هذا الفيديو، طبعا سوف اقوم بخفض الصوت لكي لا يشوش على صوت التسجيل كما تشاهد، نقوم بخفض الكواليتي خاصة بالفيديو نوعا ما. طبعا في بعض الأحيان يكون الإنترنت سريعا وفي بعض الأحيان لن يكون سريعا جدا حسب الضغط على الشبكة كما تشاهد. بدأ الفيديو بالعمل، وهذه الطريقة طريقة بسيطة جدا كما تشاهد أن الفيديو يعمل معنا الآن، أصبح الإنترنت سريعا. ففي حال عدم عمل اليوتيوب قم فقط بخفض أو خفض الكواليتي الخاصة بالفيديو وإن شاء الله سوف يعمل معك. طبعا هذه الطريقة طريقة بسيطة جدا، طبعا في بعض الأحيان يكون السيرفرات الإنترنت بطيئة وفي بعض الأحيان تكون سريعة جدا. فهذه الشرح أتمنى أن ينال إعجابكم، طريقة بسيطة جدا وسهلة. وإلى هنا نصل لختام هذا الشرح، أتمنى أن أعجبك الشرح، لا تبخل علي بزر لايك وأن تشجعني دوما أن تشارك أخي بالقناة لتتوصل بكل جديد. مهم يا أخي أن تشارك أخي بالقناة لتتوصل بكل جديد وتشجعني دوما على الاستمرار في طرح المزيد في عالم الألعاب الصيني وحلول مشاكل الهواتف والإنترنت المجاني والبطاقات وما شابه ذلك. ولا تنسى تفعيل خيار الجرس لتكون أول من يصل فيديوهات جديدة. شكرا بالتجديد وصل هذا الفيديو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.